صباح الخير مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا فسنت. خلونا نتعرف دلوقتي مع بعض على أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية متقطعة هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية، والكورنيش من المظلات لوسط البلد في بعض الكثافات المرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد بعض السيولة المرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، في كمان كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية. ونستكمل جولتنا بشوارع الجيزة. شارع الهرم بيشهد بعض الكثافات المرورية بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة وده شيء طبيعي، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني، في برضو في شارع فيصل بعض الكثافات الكبيرة اللي بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابة. أما محور صفت ففي بعض الكثافات المرورية اللي بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح لمحافظة اسكندرية، في بعض الكثافات البسيطة عند كوبري ستانلي، كمان في بعض الكثافات المتفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. في شارع جمال عبد الناصر هنلاقي إن في بعض الكثافات المرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. نكمل جولتنا المرورية ونروح لأسوان، هنبدأ في شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في بعض الكثافات المرورية البسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي الطريق حواليها بيشهد بعض الكثافات المرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في هناك بعض الكثافات المرورية. خلصت جولتنا في شوارع ومحافظات مصر النهاردة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع مصطفى وبسنت.